بيقولوا النجاحات بتتولد من رحم العقبات، وعقباته كانت فعلا مؤلمة، لأنه فجأة بيلقى نفسه قدام إصابة بتمنعه من حلم اللعب في أولمبيات لوس أنجلوس 84 علشان تكون واحدة من الفصول الحزينة في مسيرته. ثابت البطل كان عنده عظمة زيادة في قصبة رجله وكان بيلعب عليها عادي، وهو كان ليه الدور الأكبر في وصول مصر للأولمبياد، أولمبياد لوس أنجلوس، اللي شال التصفيات على كتافه كان ثابت البطل، وكان فاضل على الأولمبياد كام شهر. قال لي أنا عايز أعمل عملية أشيل العظمة دي. الدكتور مصطفى الشرقاوي قال لي أنه أنا مش عارف بعد مثلا 45 يوم أرجع ويبقى سهل بالنسبة لي، فدخل عمل العملية ساعتها وعمل علاج طبيعي. ما شفتش واحد في حياتي لحد النهارده بيعمل علاج طبيعي ده، واستعجل استعجل في الرجوع. بيحاول يتعالج، بس بيتعالج علاج مكثف مش بشكل علمي، هو بيتعالج عشان يروح الاولمبياد. انا شفت وسمعت، سمعت رجله بتطق ترك، انا سمعت طقه يعني ساعتها، يعني راح قاعد رجله طقت. فانا فاكر واحد رجليه مكسوره اتكسرت يعني، فحسنين حمزه بيشيله وهو بيعمل له كده، هو ثابت اللي بيضرب حسنين بضحك. ايه النوعيه دي يعني؟ نوعيه غريبه يعني، واحد رجليه مكسوره هيتحرم من الاولمبياد، مش هيبقى موجود، وكم الالم كمان اللي هيبقى موجود عنده، كم فظيع يعني. فقرس على نفسه جامد، فجت بطريقه عكسيه وسافرت انا ولعبت كمان، لعبت كمان في الأولمبياد ماتش الكوارتر فاينل بتاع فرنسا. الفرصة اللي اتحرم منها في أولمبياد لوس أنجلوس 84 بتتعوض بعد عناء وجهد، وكأن القدر كان شايل لثابت البطل فرحة أكبر وتعويض أكبر وإنجاز أكبر وأكبر، ويرجع ثابت البطل علشان يكون سبب رئيسي في فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية سنة 86 بعد غياب دام 27 سنة عن البطولة، والجميع يتغنى باسم ثابت البطل. جينا سنة 86 بطولة الأمم الإفريقية في مصر، كان مدرب مايكل سميث كان بيحب ثابت وكان مقتنع بيه، وهو الحقيقة ثابت على المستوى الدولي إنجازاته كبيرة جدا، هو في الحاجات دي كان شوية فيها هرج يعني. في البطولة دي بالذات 86 أعتقد إن إحنا بدأنا بخسارة من السنغال، بعد كده كملنا البطولة بشكل رائع جدا، وكان ليه دور في إن هو كان هادي جدا وعنده سرعة تلبية وسرعة رد فعل مش طبيعيين في ضربات الجزاء. كنت هشوط ضرب الجزاء اللي هي قبل الأخيرة دايما، من غير ما يكلمني نظراته كده، اللي هو الموقف كان طبعا صعب جدا، داخل أشوط البنالتي عارفة تعبيرات وشه كده ان هو يعني ان شاء الله هتحرز ضربة الجزاء وكده. فهو ده كابتن ثابت في الملعب. علاء ميهوب الشوط الرابع، على مهلك يا علاء، عدل النبي. جول! اول ما نوصل لضربات الجزاء وثابت موجود خلاص يبقى كده احنا عدينا، لانه ثابت كان مميز جدا في ضربات الجزاء، وخدنا البطوله دي بفضل ثابت البطل. يلا يا ثابت، يا رب يا ثابت. في كل موسم بيعدي زي ما بتزيد الأيام وتزيد معاها خبرته، بيزيد كمان سجل بطولاته وإنجازاته، ومع التألق الدولي لثابت البطل بيعيش مع الأهلي أزهى أيام حياته، وسجل البطل ثابت بيدون مع الأهلي أكبر سطوة في تاريخ الأندية الإفريقية،
وبيخوض الأهلي 6 نهائيات إفريقية متتالية من 82 ل 87، يكن نتاجهم 5 بطولات إفريقية، ويفوز الأهلي بالكأس الأفريو آسيوية سنة 1989. بدأت المنافسة بقى بيني وبينه، منافسة عنيفة جدا جدا جدا، يعني لا أحد يتخيلها. يعني هو عارف إمكانياتي وأنا عارف إمكانياته، وأنا واخد الإصرار والعناد بشكل غريب جدا، وهو من النوع اللي عنده عزيمة فولاذية. يعني أنا فاكر جينا، كان جي ديتريش فايس كان مدرب الفرقة، وكنا لسه احنا الثلاثة، انا وهو واكرامي يعني. فحصل اكرامي بقى كانت ركبته بدأت تبوظ يعني ساعتها، وركبته خانته يعني، انه عمل اكتر من عملية في ركبته يعني. فانا قلت بالتبعية، واكرامي اصغر، اكرامي 55، فقلت بالتبعية بقى ايه، هخلص من الصداع بتاع ثابت، عامل لي صداع لانه جول كويس. فلما جه فايسا بيعرفوه بالفرقة، فاكتشف ان حارس مرمى المنتخب من النادي الاهلي، وسأل مين الحارس الاول مع المنتخب، قالوا له الكابتن احمد شوبير. فثابت البطل شعر انه بيتعامل انه هو رقم 2. القصة دي مين اللي حكاها لي على فكرة؟ هو فايسا. هو ثابت جالي في يوم وقال انا عاوز اقابل ديتريش فايسا لانه ما كانش بيلعب. فقلت له حاضر يا ثابت وبتاع، وقلت للمدير الفني، فقال لي طب اوكي نتقابل الساعه كذا. ففعلا دخل ثابت بقى، انا رحت الاول قبليه، حصل نقاش بينه وبين ثابت، انت عايز ايه يا ثابت؟ فقال لي انا عاوز اعرف انا ما بلعبش ليه. قال لي ثابت البطل جالي وقال لي انا فين؟ انا مش في حساباتك، انت بتعاملني كاني يعني رقم 2. قال له لان انت رقم 2، انت مش حارس مرمى المنتخب. فكابتن ثابت قال له لا ما ينفعش كده. قال له امال ايه اللي ينفع؟ قال له ينفع الشغل، المفروض انك تشوف شغلي وتشوف مستواي وتحكم عليا. المهم في وسط الحوار المدرب، لو انا كنت ترجمت للمدرب قاله، انا حصلت خناقه بين ثابت وبينه. فالحقيقه انا ما قلتش حاجه خالص، انما فهمت ثابت البطل اللي زي ما الراجل قال، ان يعني هو ما بيحبش يغير كتير، وهو يعني شوبير هيفضل موجود لحد ما يصاب يعني بعد الشر، وبعدين انت تقدر تاخد ايه فرصتك. عمل ايه بقى هو؟ برضو موجود كابتن ابراهيم رياض حي يرزق، كان ماسك الاشبال، هو اللي وجه نظري للكابتن ابراهيم رياض كواحد من اعظم مدربي حراس المرمى في التاريخ يعني. فقال له انا عايز اتمرن معك، واستاذن انه ما يتمرنش مع الفريق الاول. عمل اسبوعين شغل غير عادي. فبايزا بيقول لي اللعيب اللي خلاني اغير وجهه نظري وغير طريقتي في التعامل لاول مره في حياتي كان هو ثابت البطل. فبقول له ليه؟ فحكى لي القصه دي. كانت المنيا بقى في المنيا الماتش ده، بعد 30 دقيقه اتصبت، جالي تمزق في العضله الضم. فمين اللي بقى رقم واحد؟ بقى ثابت البطل، وانا كنتش بقى احتياطي حتى ساعتها. السنه دي الحقيقه هو عمل سيزون هايل هايل مش طبيعي. ثابت لما نزل المباراه ديت بصراحه خلاص ركب الحصان، ما نزلش، ومش ركب الحصان مش عن حق، عن حق وحق وحق. فضل متألق جميع المباريات اللي لعبها بصراحة لحد الآخر، لحد ما المدرب جه في ماتش الزمالك الأخراني اجتمع بثابت، قال له يا ثابت أنا مش عاوزك تلعب الماتش ده. قال له ليه؟ قال له لا أنا شايف إن أنت دلوقتي وصلت لحتة محترمة قوي، وما تلعبش المباراة دي، أنا بنصحك ما تلعبش، لكن أنت عاوز تلعبها هلعبها لك، بس أنا بقولك ما تلعبش الماتش ده. وثابت اقتنع فعلا وما لعبش المباراة. بيحكي لي مستر فايسا، قال لي اللعيب ده انا مدين له بالاعتذار واعتذرت له، لانه اجبرني ان انا اتعامل معاه من كفاءته ومن شخصيته ومن شغله ومن مستواه، ان اشعر انه لا هو رقم واحد معايا. فقال لي ده شخصيه ما قابلتهاش في الملاعب قبل كده. مدرب النهارده بيبقى سنه سنتين وبيمشي، ليه وجهه نظر، فاكيد بعد السنه دي ممكن يمشي، بعد سنتين ممكن يمشي، انما انا اللي قاعد وطالما انا قادر على العطاء وبخلص وبدي وبتمرن اكيد هلعب. مفيش حد بيخلص في عمله اكيد وبيتفانى في عمله الا ربنا، اكيد هيديله ولو حتى بعد فتره. فده اللي حصل لي، ده نتيجه تعب ومجهود. الراجل المدرب اصر ان انا ما العبش، اصريت ان انا اتمرن واتدرب واتمرن 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 لحد ما وصلت اللي انا عايزه. ثابت اصراره كان مش طبيعي يعني، مصمم انه يلعب، يعني مصمم انه يلعب يعني.
وانا ما كنتش بقلق من حارس غير منه. التألق اللي حصل لثابت البطل في الماتشات اللي لعبها بعد لما نزل يوميا في ماتش المنيا بعد شوبير، الحقيقه ده فتح له السكه لانضمامه لمنتخب مصر سنه 99.